أهلا بحضراتكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج رأي، والتي سنلقي فيها ضوء على بعض من الموضوعات التي شغلت بال رواد السوشيال ميديا، ولا زال الحديث العالمي كله منصب عن الحرب الروسية الأوكرانية. لفت للنظر هي تلك التحضيرات الكبيرة التي تجرى الآن في أرض المعارك، وبالتحديد في دوناتسك، لوغانسك، وأيضا خيرسون. حشد بالدبابات، حشد بالمدرعات من قبل القوات الأوكرانية من أجل التحضير لهذه المعركة التي وصفت بأنها فاصلة وحاسمة، خاصة بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم هذه المدينة وغيرها من المدن الأخرى للدولة الروسية. لكن اللافت للنظر هي تلك التخوفات التي تثار في الفترة الراهنة من قبل الإعلام العالمي ومن قبل المسؤولين الأمريكيين متعلق بمسألة استخدام الروس للسلاح النووي في الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن هناك كانت تجهيزات تحدثت عنها الصحافة العالمية إبان هذه الحرب متعلقة باستخدام السلاح النووي وتحريك القطار النووي وتحريك الغواصات النووية، ما جعل هناك حالة من الرعب، خاصة وأن استخدام هذا السلاح سيكون له تأثيرات كبيرة على العالم أجمع. لكن التحذيرات الأمريكية توضح بأنه سيكون هناك تدخل أمريكي إذا ما أقدم الروس على استخدام هذا السلاح، خاصة مع وصول الفرقة 101 الأمريكية للحدود الأوكرانية، وهو ما جعل هناك حالة كبيرة من التخوفات من أن يحدث وأن ينشب هذا الصراع العالمي الكبير. لكن هناك مفاوضات ومحادثات حدثت بشكل غير مباشر بين كل من روسيا وأوكرانيا. عموما حال هذا الملف دعوني أرحب الآن بالسيد هيثم المالح المفكر السوري الذي ينضم إلينا الآن عبر سكايب. أهلا بحضرتك يا أستاذ هيثم. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ هيثم. نعم يا أخي. الله يبارك فيك يا رب. بداية، بماذا تعلق على تلك التحضيرات الجارية الآن بالتحديد في خيرسون وهذا الحديث الكبير عن المعركة الكبرى، خاصة وأننا أمام تطورات متسارعة سواء في خيرسون أو دوناتسك؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لا، أولا المفاجآت اللي تحصل في الحروب عادة لا تكون متوقعة، والحربين العالميتين السابقة الأولى والثانية كانوا بنفس الصيغة، المفاجأة وردود أفعال غير محسوبة. ما يعني مقتل دوق، ما يسمى الدوق يعني في النمسا، قتل، صار حرب عالمية مشان مقتل. يعني رجعنا للعصور قبل ما قبل الوسطى في العالم. الآن الحرب واضحة مساراتها، يعني روسيا يعني تريد الانتهاء من مشكلة أوكرانيا، تريد ضم المناطق التي يعني حرضت على انفصالها أو انفصلت هي لنفسها، أنا لا أستطيع أن أجزم. لكن من حيث مبدأ دونيسك وغيرها، هذه المناطق التي جرى فيها تصويت أو استفتاء وضمتها روسيا إلى جسم الدولة الروسية الاتحادية، على كل هذا، هل هذا الضم هو صحيح أو غير صحيح؟ يعني القوة اليوم يا أخي الكريم، ما من يفرض وجوده وآراءه هو القوة، ولا يوجد شيء اسمه حق. يعني القانون سواء قانون محلي مع الأسف أو قانون دولي أو حتى القانون الإنساني أو حتى قانون حقوق الإنسان، كل هذه عبارة عن شعارات ثبت في الدليل القاطع، سواء كان ما أقدمت عليه أمريكا سابقا في العراق من تدمير دولة كاملة، ونحن نشاهد الآن ما جرى في العراق، وما أقدمت عليه روسيا بالاشتراك مع إيران الملالي الدولة الفاشية الدينية في طهران، وما أقدموا عليه من قتل المسلمين السنة في سوريا وتدمير الدولة وتدمير المشافي والمدارس والمساجد وما إلى ذلك. فإذا الأخلاق والقواعد لا تحترم. يعني نحن لدينا كما سبق أن تحدثت في الحلقة السابقة، في الإسلام في هناك قواعد اشتباك يمتنع على الجيش الإسلامي أن ينتهكها. يعني ولدينا في حادثة معروفة في سمرقند، لما دخل الجيش الإسلامي إلى سمرقند بدون إنذار فاشتكت الشعب هناك، اشتكى إلى الخليفة،
وعقدت جلسة قضائية، والقاضي أصدر أمره إلى الجيش الإسلامي المنتصر بالانسحاب من الدولة. هذه قواعد غير معروفة في العالم، لم تكن معروفة ولا سوف تعرف في المستقبل، لأنه اليوم الدول الكبرى من أمثال الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأولى في العالم من حيث الاقتصاد والقوة العسكرية، وكذلك بعدها تأتي روسيا الاتحادية. هذه دول لا تفقه في القانون ولا تهتم بالقانون، تهتم بشيء وحيد، فرض رأيها وتمرير مصالحها. وبالتالي يعني روسيا قد تلجأ، أنا أستبعد الحقيقة، أستبعد على روسيا، وإن كان يعني بوتين يعني كتلة إجرام خريج الكي جي بي ويتعامل أسلوب مافيا في بلاده، ممكن يقوم بأي عمل، لكن هذه الخطوة استعمال النووي في الحرب الحالية القائمة ما بين روسيا وما بين أوكرانيا أعتقد بعيدة قليلا، لأنه إذا استعملت روسيا يعني الأسلحة النووية تكون قد دفعت بالمعسكر المقابل لاستعمال نفس الأسلحة، وهذه طامة كبرى. لا تتأثر فقط روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لا تتأثر كذلك أوروبا، قد تمسح مدن بكاملها أو دول بكاملها في أوروبا. وبالتالي العملية ما هي عملية صغيرة. اليوم صحيح هناك حرب برية وجوية بين يعني مترافقة مع الغزو الروسي إلى أوكرانيا، لكن باقي الأمور في حيز يعني مرئي ومحسوس، ومعروف شو عم يصير على الأرض، يعني على الأرض وبالسماء. لكن الانتقال إلى مرحلة أخرى استعمال أسلحة الدمار الشامل بغض النظر من نوعية الأسلحة، سواء كانت يعني بيولوجية أو كيميائية أو نووية، كلها أسلحة دمار شامل وتخريب وقتل. يعني يجب أن تكون الدول بمنع، من حيث المبدأ، بمنع التفكير في قتل الناس الأبرياء الذين لا دور لهم في الحروب. فأنا لا أعتقد يعني في المرحلة الحالية سيلجأ بوتين لاستعمال النووي في معاركه في أوكرانيا، إنما إذا كان الطرف الآخر يعني أنتم تعلم، نحن كلنا نعرف أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية كمان منزوعة الأخلاق في الحروب، يعني ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية لما جاءت فدمرت العراق، هذا البلد أهم بلد في العالم العربي كان العراق، دمرته وسلمته إلى الفاشية الدينية في إيران تفعل به ما تشاء، والآن مش قادرين يسووا دولة ولا حكومة ولا شيء يعني. طيب سيد هيثم، لافت للنظر ما أشار إليه حاكم لوغانسك الأوكراني سيرجي جايدي أن قوات مشاة البحرية الأوكرانية قد قامت بقصف مستودع وقود للقوات الروسية في المقاطعة، كما نشر أيضا صور قال إنها للمستودع الروسي بعد قصفه. بماذا تعلق على مثل هذه الضربات النوعية من جانب الجيش الأوكراني؟ يعني هذا أمر طبيعي. اليوم كلا الطرفين سواء كان روسيا أو أوكرانيا بدهم يستهدفوا مواقع استراتيجية، يعني المستودعات كلها، كل المستودعات، مستودعات الوقود، مستودعات الأسلحة وما إلى ذلك، كل هذه مواقع استراتيجية تستهدفها أوكرانيا بجيشها وصواريخها وسلاحها. وكذلك بوتين ما عم يقصر، يعني بوتين عم يستهدف يعني منشآت هامة في القطاع المدني، في البنى التحتية في أوكرانيا، من حيث الكهرباء مثلا، مفاعلات كهرباء وما إلى ذلك. وبالتالي هذا عمل، هو هذا جزء من العمل، من العمليات العسكرية التي تجري في كل مكان لما يكون هناك حروب. وهذه حرب الحقيقة بين روسيا الآن وأوكرانيا، كسر عظم، يعني ما عاد في تراجع. الآن كان ممكن ببداية الأمر إنه يدخلوا ناس مثلاً، يعني دخل مثلاً يعني الرئيس التركي أردوغان، دخل حاول أن يقوم بوساطة ما بين
طرفي النزاع روسيا وأوكرانيا، لكنه فشل فيما يبدو. الشيء الوحيد اللي نجح في أردوغان هو موضوع تصدير القمح وما إلى ذلك، أما الأمور الأخرى لم يستطعها. وهناك في جهة تدفع باتجاه تأجيج الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية. أنا اليوم كنت أستمع الحقيقة لشيء مخيف كثير، في بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يتحدثون أنه دول في روسيا جماعة رجعيين، يعني ما لهم متطورين مشان المثليين، فهن ضد المثليين، يعني هن متمسكين بالقيم الدينية أنه في ذكر وفي أنثى وفي زواج وما إلى ذلك، وهذه المثلية يعني أمر حضاري. يعني أنا ذكرني هذا الذي شاهدته اليوم عبر الفيسبوك في على صفحتي في الكمبيوتر، هذا ذكرني تماما بحجج جورج بوش ولد أبيه الذي تحدث عن ارتباط صدام حسين بالقاعدة وأسلحة الدمار الشامل الموجودة في العراق وما إلى ذلك، وسوغ لنفسه أن يغزو بلدا مستقلا حضاريا دون الرجوع إلى مجلس الأمن. يا أخي الكريم، أريد أن أركز دائما على مسألة جدا هامة يجب أن يعرفها المستمعون والمشاهدون. نعم. أن محاربة أو ملاحقة الإرهاب أو محاربة الإرهاب لا يمكن أن تباشر به أي دولة إلا عبر موافقة مجلس الأمن. ما في شيء لحاله. يعني اليوم أمريكا لما غزا جورج بوش الابن، هذا الولد ولد أبيه، لما غزا العراق غزا خارج الإرادة الدولية وخارج المجتمع الدولي وخارج أي قانون، وبالتالي هو الذي خرب العراق، وعليه على بوش يجب أن يحاكم الحقيقة، وعلى الولايات المتحدة أن تعيد إعمار وتعيد الدولة. اليوم إعادة دولة العراق مش عملية صغيرة، أنت بتعرف فلتان الآن، في فلتان كامل. إيران دفعت باتجاه إنشاء الميليشيات في كل العراق، ميليشيات مع الأسف شيعية حاقدة محقونة بالحقد والكراهية ضد المسلمين السنة، وإيران تفعل هذا الفعل. كذلك نعم. فعلوا نفس الشيء، كرروا في أفغانستان. فأمريكا ليس لديها قيم بالأساس، يعني تستعمل كل شيء. الآن أنا والله اليوم لما استمعت إلى بعض أعضاء الكونغرس يتحدثون عن ما يسمى المثلية وما المثلية، نحن بنعرف كمسلمين يا أخي الله أهلك قوم لوط، كل القوم أهلكهم لأنه كانوا يستعملوا الشذوذ الجنسي. الآن هؤلاء وأمثالهم في العالم يريدون أن يرفعوا شعار الانحراف، شعار الشذوذ، شعار الضلال، ويتهمون روسيا أو بوتين أنه هذول محافظين وضد المثلية وما إلى ذلك، وكأنهم يريدون أن يجيشوا العالم أو يجيشوا هذه الحثالة ما يسمى المثليين في العالم ضد بوتين. ما أنا لا أعرف، لكن من حيث المبدأ هذه خطوات خطيرة جدا، أن نلعب بالشعور الديني وبالقيم الدينية من أجل تحقيق مصالح عسكرية أو سياسية. هذا بالأساس لا يجوز استعمال الدين سواء كان في هذا الإطار أو في غيره، لا يجوز استعمال الدين لتبرير أفعال غير قانونية. نعم. طيب، هناك أمر لافت للنظر متعلق بالمؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بين كل من رئيس الوزراء السويدي ورئيس تركي رجب طيب أردوغان، وفيه تعهدت السويد من جديد بعدم دعم التنظيمات الإرهابية داخل أراضيها، وأشاروا إلى أن تركيا دولة ديمقراطية. فكيف ترى تلك التصريحات السويدية بحق تركيا، خاصة وأنه كان هناك يعني فيتو تركي متعلق بمسألة انضمام السويد لحلف الناتو، ولكن يبدو من خلال تلك المباحثات فإن هذا الأمر في طريقه للتفاهم، بماذا تعلق؟ نعم. يعني على كل الأحوال يعني الخطوة السويدية هي خطوة في الاتجاه الصحيح الحقيقة، لأنه يعني في السويد الآن، لا مش بس فقط في السويد، يعني إجمالا في أوروبا هناك صعود لليمين المتطرف في كل مكان. الآن في إيطاليا مثلا ماذا حصل، كانت في فرنسا مهددة أن يصعد لوبان، تصعد إلى القمة
في فرنسا وكذلك في الدول الاسكندنافية الآن في أحزاب متطرفة سيئة جدا تحتل الموقع السياسي أو موقع القيادة في الدول، وبالتالي هذا عمل سيء. هذه الخطوة السويدية الحقيقة هي خطوة باتجاه صحيح. أنا وافق طبعا تماما على تركيا، في دولة ديمقراطية فيها انتخابات فيها أحزاب فيها مراقبة شعبية كبيرة قوية تماما يعني، والمعارضة ليست معارضة ضعيفة في تركيا، فبالتالي يعني هذا الاتجاه لعله يحل الإشكاليات للمستقبل، لأن الحقيقة بحاجة إلى منطقة الدول الإسكندنافية فيها وما يحصل لأبناء المسلمين هناك من اختطاف وما إلى ذلك، يحتاج إلى يعني إلى قيادة أو إلى دولة أو إلى جهات يعني تكون مسؤولة عن هذه الأعمال وتلاحقها في كل مكان. فعلى كل الأحوال هذا التوجه السويدي الحديث هو توجه في الاتجاه الصحيح. طيب، لفت للنظر أيضا هي تلك الاحتمالات التي تشير إلى فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي، كيف ترى تأثير هذا الأمر على استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الملفات الخارجية؟ يعني مع الأسف يعني نحن شفنا المرحلة اللي كان فيها السيطرة للجمهوريين كانت مرحلة سيئة، يعني بلغت الولايات المتحدة الأمريكية بلغت ذروة الانتهاكات، انتهاكات القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم. يعني إذا أخذنا سواء كان في أفغانستان أو في العراق أو في اعتقالات اللي أجرتها في غوانتانامو أو في أبو غريب، وسواء يعني انتهاكات في بنما، نوريغا خطفته من وسط السفارة البابوية في بنما. يعني أمريكا لا يوجد أمامها قيود ولا حدود. الديمقراطيين بيبقوا عندهم قليل من مراعاة الشأن العام في القانون أو في مراعاة القواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، لكن الجمهوريين وكما شاهدنا في عهد بوش الأب والبوش الابن يعني كان في منتهى العنف والقسوة والاستبداد السياسي على المستوى العالمي، وهو ما أدى إلى يعني الحقيقة تدمير المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية بسلوكها هذا ليس فقط إعادة الإعمار، محاسبة جذرية. يعني حتى يعني أنا أرى لو كان في إمكانيات أن يتفق العالم في سواء في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة على صيغة معينة لتعديل ميثاق الأمم المتحدة بحيث لا تعود هناك دولة أو خمس دول كما هو معروف الآن دائمة عضوية التي تتحكم بمصير العالم من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية. طيب سيد هيثم، ما الذي يحدث في العالم؟ يعني تويتر قام بتسريح كثير من الموظفين، اليوم أيضا شركة ميتا أو مجموعة ميتا المالكة للفيسبوك تقرر تسريح 11,000 من الموظفين، فما الذي يحدث من الناحية الاقتصادية في المجتمع الدولي؟ يعني نحن بنعرف كلنا مر على العالم سنتان عجاف ما يسمى كورونا. أنا أعتقد إنه كورونا هذه الجرثومة وهذه العصيات أو ما نسميها ما بعرف شو يسمى اسمها الطبي، من حيث المبدأ موضوع ملعوب فيه، يعني دخلت فيه يد الإنسان لعبت فيه. وعلى أثر أنا المرض هذا وهذا الجرثوم الذي اجتاح العالم وشل حركة الدنيا كلها، يعني سبحان الله يا أخي الكريم، وقف العالم كله على رجل واحدة من هذا الجرثوم الصغير أو هذه العصية الصغيرة، وتهددت الدول فعلا بالإفلاس وبالدمار بأشياء كثير. فمرت علينا سنتين، وأنا كتبت في ذلك الوقت كتبت مذكرة كما قلت في حلقة سابقة
إن عملت مذكرة حول استعمال السلاح الجرثومي أو البيولوجي كسلاح حربي يعني. وأنا أعتقد أنه هذه كانت خطوة من خطوات الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على العالم يعني. على كل الأحوال سنتان عجاف كانوا في العالم، وأكثر الدول تأثرا كانت الدول الفقيرة طبعا، لكن لم تخلو الدول الكبرى من أمثال الولايات المتحدة والدول الأوروبية وخلافها من تأثر كبير في من الناحية الاقتصادية والركود وتراجع النمو الاقتصادي في العالم. الآن نحن لدينا مشكلة أكبر، يعني مشكلة الآن بعد هذه الفيروس، فيروس الكورونا، جاءنا الآن فيروس الحرب يعني، والفيروس العنجهية والتكبر يعني وعدم رؤية الآخرين يعني. الآن مع الأسف الشديد يعني العالم كله، كل العالم بدل ما أنه يساعدون دول الربيع العربي في الأمور التي وقعت في بلادنا من ثورات، يساعدون الشعوب الذين هم أصل السلطة يعني. كما نعلم في الدول الحديثة في النظام العالم الآن، النظام السياسي في كل العالم يقول أن الشعب هو مصدر السلطات. فإذا قامت ثورات ومظاهرات في معظم أرجاء العالم العربي، في تونس، في مصر، في ليبيا، في سوريا، في اليمن، فبدل الغرب أنه يساعد الدول أحب أن يساعد المستبدين يعني، ساعد المستبدين باسم أنه هو يساعد الثورات، وهذا كمان كان تضليل كبير يعني. نحن نعرف تماما كيف نسقت الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا في التدخل في سوريا سنة 2015، وقبلها استعملوا حق النقض الفيتو الروس، استعملوا 16 مرة لتعطيل مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار لصالح الشعب السوري. ثم تدخلت قبلها إيران، تدخل حزب الله بإعاز من بالتوافق مع بشار الأسد المجرم الأساسي، وارتكب بشار الأسد الخيانة العظمى باستخدام دول للتدخل في سوريا لضرب الشعب السوري وكذلك الشعوب الأخرى، أصابها ما أصابها. هذا العالم الغربي، أنا أقول العالم الغربي كله ولا أستثني أحد، سواء كان أوروبا، سواء كان روسيا، سواء كان أمريكا، كل هذا الكتلة كاملة للعالم الغربي بمواجهتنا. هذا العالم الغربي حقيقة هو بمواجهة العالم الإسلامي، المسلمين والسنة، فهم لا يريدوننا أن نتطور وتتغير دولنا، تتغير حالتنا، نسير في اتجاه صحيح في سواء كان في الحكم أو في الاقتصاد. وبالتالي تآمر الجميع على شعوبنا لتدمير هذه الثورات وتسليط، إعادة تسليط جهات مستبدة، وعلى رأسها أنا سبق أن تكلمت في هذا الموضوع، الولايات المتحدة بالتحديد وأيام باراك أوباما غيرت استراتيجيتها في المنطقة. بدل الاعتماد على الجيوش والحكم العسكري أصبحت تعتمد على الإيرانيين، يعني النظام الفاشية الدينية في إيران التي تريحها هؤلاء. من يشاهد يا أخي الكريم، أنا أتمنى على كل من يسمعنا أن يفتح على قنوات هؤلاء الشيعة المعممين الذين يتحدثون، والله يا أخي يتحدثون حديث يعني لا يدخل، مثل ما يقول عندنا في الشام، لم أبام لم ميزان، ما ممكن نحمل يعني، خرافات تخريف وضلال. فإيران تسلطت على 4 دول عربية واحتلت 4 عواصم بموافقة وتنسيق كامل بدون أدنى شك بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ولم يرحموا صغيرا ولا طفلا ولا كبيرا. والآن شاهدوا من يومين القصف على مخيمات السوريين في الشمال السوري، قصفوا المخيمات، قتلوا الأطفال، قتلوا النساء، السجون معباية بالمعتقلين ومعتقلات النساء اللواتي تنتهك أعراضهم على مدار الساعة، والعالم كله ساكت. أين هو هذا العالم؟ وأين هي الحضارة؟ أين حقوق الإنسان؟ أين القانون؟ ولا شيء
ليش؟ لأنه هذه صبت كل هذه العذابات صبت على المسلمين السنة، سواء كان في سوريا سواء كان في العراق أو في غير في أفغانستان. المشهد واحد، والتنسيق كان كاملا بين الدول الغرب بالإجمال، سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا، كان تنسيق كاملا بين كيري ولافروف، وأنا هذا كله متتبعه. ونحن لدينا شاهد بسيط، يعني بن رودوس مستشار باراك أوباما بكتابه العالم كما هو كتب الأشياء الكثير في من هذا الموضوع، وأنا نقلت عن 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 بن رودوس ونشرت مقالة على صفحتي في يوم من الأيام من فترة ليست بعيدة حول ما جرى. فلماذا تآمر الجميع ضد الانتفاضة العربية، الثورات الربيع العربية، الذين أرادوا أن يتخلصوا من أنظمة مستبدة عسكرية تحكمهم بلا فائدة؟ كل مبررات الحكم العسكري الذي جاء إلى منطقتنا مبرراته وجود كيان بني صهيون في فلسطين، ولهن كلهم كذابين، هم تواطؤوا مع بني صهيون ضد شعوبهم. يعني نحن بالنسبة لنا حافظ أسد باع جولان لإسرائيل وحمى حدود، حمى المناطق المحتلة يعني الجولان، حمى اليهود، وكذلك جاء بشار أسد فعمل نفس العمل، واستخدموا الإيرانيين. الإيرانيون هم حلفاء إسرائيل بالمنطقة، حلفاء كاملين. يوجد مليارات الدولارات استثمارات لإسرائيليين ويهود في إيران. هذا كلام كذب بيحكوا عنه، والله أنه في خلاف، كله كلام كذب ودجل من أجل تقدير الشعوب. فلماذا أنا أتساءل لماذا الغرب تآمر علينا في ثوراتنا؟ هنا المشكلة. لو سمحوا أو لو ساعدوا في نجاح الثورات وخلصنا من الأنظمة الاستبدادية وأنشأنا أنظمة فيها الهامش كبير من الحريات والديمقراطية، لا كان تغيرت أحوال منطقتنا إلى الأحسن، ولكنهم لم يريدوا ذلك. طيب سيد هيثم، هل تعتقد بأن الفاشية الإيرانية ستنتهي مع هذه التظاهرات التي يقول البعض عنها بأنها أصبحت خارجة عن سيطرة النظام في الأونة الأخيرة بعد اتساع رقعة تلك الاحتجاجات؟ أنا لدي أمل كبير في الله عز وجل أن يساعد الشعب الإيراني في التخلص من هذه الطغمة الحاكمة. هؤلاء لا علاقة لهم لا بالإسلام ولا بالدول ولا بالقانون ولا بالديمقراطية، ولا علاقة بالشيء. هؤلاء خارجون من التاريخ، الحكام في إيران خارجون من التاريخ، وهم يوجهون الشعوب التي يحتلونها كسوريا والعراق، يوجهونهم إلى الضلال، ينشرون لهم أكبر منطقة مصدرة للمخدرات كما نعلم كلنا، يعني مش بخترع شيء من عندي، يعني عالميا أكثر دول تصنع المخدرات وتصدرها إيران وسوريا. سوريا اللي هي بإشراف إيران، بإشراف حزب الشيطان، هذا يعني هذا الضلالي حسن نصر الشيطان، هذول كلهم يصنعون المخدرات وينشرون الدعارة باسم المتعة. المتعة يعني بعد الدعارة بقوم في عليه لوحة خارج قوم إنه هذه دعارة إسلامية، يعني كلهم بيشتغلوا الدعارة بصورة تحت الشريعة الإسلامية. مع الأسف يا أخي وضع سيء ومهلهل في إيران، وهم يريدون أن يسيطروا على العالم العربي بهذا العقل المتخلف الفاسد السخيف السيء. وبالتالي أنا أدعو الله وأنا أتأمل أمل كبير بأن تنتهي هذه الثورة في إيران، وينتهي هذا الحكم الفاسد الضال المضل بإذن الرحمن. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد هيثم المالح على كل تلك الإيضاحات الرائعة التي أفدتنا بها. متابعينا الكرام، هناك أمر يتحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية، خاصة بعد هذه الأنباء التي خرجت من صحيفة ليكيب الفرنسية، والتي تحدثت عن نجم طالما تحدثنا عنه وعن قيامه بأعمال الخير، وهو ساديو ماني نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي تعرض لضربة قوية تحدث الأطباء عن أنها ستبعده عن المشاركة في بطولة كأس العالم المقامة في قطر لهذا الشهر الجاري، والتي ستبدأ في 20 من نوفمبر وحتى 18 من شهر ديسمبر. بايرن ميونخ كان يواجه فيردر بريمن الألماني، انتهت هذه المباراة في دوري البوندسليغا بتفوق الفريق الألماني بستة أهداف مقابل هدف وحيد لبريمن.
ولكن ساديو ماني تعرض لضربة في ساقه بالتحديد قصبة الرجل زي ما بيقولوا، وتلقى هذه الضربة وخرج على إثرها من المباراة في الدقيقة 20. كان هناك حالة من القلق، ثم بعد ذلك خرجت هذه الصحيفة الفرنسية لتشير إلى غياب ساديو ماني عن الملاعب بعد هذه الضربة القوية التي تعرض لها. من المقرر أن تأخذ مرحلة شفائه حوالي عدة أسابيع، وهو سينتج عن هذا الأمر غيابه عن المونديال مع الأسف الشديد، ونتمنى له الشفاء. وصلت مع حضراتكم متابعينا الكرام لختام حلقة ليلة من برنامج رأيي، بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.